أخي الصغير على وشك البلوغ ويسألني أسئلة حرجة، يقول لي مثلا ما معنى الزنا عندما سمعها أو سمع هذا اللفظ من أحد الخطباء، وأيضا يسألني ماذا لا تنجب الأم إلا بعد أن تتزوج، ويسأل لماذا يشبه الابن أباه فكيف أتعامل معه وأقرب الصورة له. دي مسألة مهمة جدا. الأولاد عند سن البلوغ دي من أخطر الفترات العمرية. لماذا؟ يريد أن يعرف كل شيء عن كل شيء، فإذا أجبته بأي شيء عن أي شيء لم يقبل هذه الإجابة، بل سيبحث عن غيرك كي يسأله. فإذا سألك ابنك أو إذا سألك أخوك فلا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة. لماذا يسألك؟ إذن هو يسألك لأنه يقدرك. اثنين، يسألك لأنه يظن أنك موئل المعرفة ومصدر العلم، فإذا لم تجبه أو أجبته بإجابة لا تشفي غلته سيذهب إلى ماذا؟ إلى غيرك، لأن ده سن التكوين النفسي والعقلي والبدني، فلابد أن تجيبه الإجابات التي تنفعه. الزنا يمكن أن تجيبه إجابة مجملة فتقول إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق حواء. هات من الأول مثلا، خلق آدم وخلق حواء وخلق لكل واحد منهما جهازا، منه يتبول ومنه يقضي حاجته ومنه يقضي مأربه. فالرجل له عضو والمرأة أيضا لها عضو، ولكن هذا يخالف هذا، هذا يخالف هذا. فإذا فهم هذه النقطة وتأكد من فهمها انتقلت معه إلى نقطة أخرى. فإذا وجدته أنه عجي، إذا وجدت أنه عجي ولا يستطيع تصور الأمر، حاول أن تصرفه برفق حتى ينضج ويكون أكثر نضجا، حتى ينضج ويكون أكثر نضجا. والمقصود أنك تفهمه الأمور ولكن خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة. لا تقل له إن العلاقة بينهم زي كذا، تقوم صور له العلاقة كما يدخل كذا في كذا، لا ما يبقاش بالصورة دي، ولكن خطوة خطوة وبالراحة وبالراحة حتى يتصور وحتى يفهم.